بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ الآن بالفصل الثاني في مادة الهيتيروسايكليك كيمستري. طبعا في هذا الفصل بدنا ناخد تحضير الهيتيروسايكليك رينجز. يمكن سابقا حكينا لكم أنه الناس يعني مناهج في هذا الموضوع. بعض الناس بفضلوا أنهم يجوا على الحلقات المعروفة ويصيروا يتكلموا عنها حلقة حلقة، يعني يجوا يقولوا كيمستري اوف بايرول ويشرحوا كيف بنحضر البايرول وتفاعلاته، كيمستري اوف فيوران، كيمستري اوف بيريدين وهكذا. في توجه ثاني للتعامل مع الموضوع ان نقول كيف الطرق العامة لتحضير الهيتيروسايكليك رينجز ان جنرال، يعني اخذ طريقة، هذه الطريقة ممكن من خلالها أنا أحضر حلقة ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية. الحلقة ممكن تكون فيوران، بايرول، ثيوفين، وهذا التوجه اللي إحنا حنمشي فيه. يعني حناخد General Methods for Preparation of Heterocyclic Compounds، هذا حيكون يعني ياخد منا جزء كبير من هذا المساق، General Methods for Heterocyclic Synthesis. وبعد هيك ممكن نتطرق لبعض الأمثلة المحددة ونتأكد من مجمل الطرق اللي تحضر في هذه المركبات اللي مشهورة. الآن كمقدمة عامة، لما أنا بدي أحكي عن تحضير حلقة، سواء كنت بحكي عن تحضير حلقة كربون أو حتى عن تحضير هيتيروسايكليك رينج، ممكن أتخيل أنه أنا ممكن أعمل التحضير بعدة طرق. الطريقة الأولى بنسميها cyclization reaction. اللي بنقصده بcyclization reaction إنه أنا في خطوة الإغلاق يكون عندي طرفين فقط، لازمني أسكر رابطة بتصير حلقة. لاحظوا بهذا الشكل، هاي الطرفين، سكرت الرابطة الأخيرة صارت حلقة. هذا التفاعل بسميه cyclization reaction. يعني ممكن أتخيل إنه أنا في عندي ذرات، في عندي مثلا النيوكليوفايل والكتروفايل او فري راديكال وفري راديكال، بدي هذا النيوكليوفايل يسكر على الالكتروفايل، عمل رابطه صارت حلقه. هذا ايش بنقول عنه؟ سايكلايزيشن رياكشن. وحتلاحظوا انه السايكلايزيشن رياكشن هو وان بوند فورميشن رياكشن، يعني في لحظه الاغلاق انا بعمل رابطه. الان هذا ما بمنعش انه انا حتى اصل لهذه الذرات كلها مرتبة ان اكون عملت تفاعلين ثلاثة من الكيمياء العادية لحد ما شبكت هدول، لكن انا بتكلم عن لحظة اغلاق الحلقة بهذا الشكل. كم رابطة بعمل؟ رابطة واحدة، صار في عندي حلقة. هذا السايكلايزيشن رياكشن. النوع الثاني سايكلو اديشن رياكشن، انه انا بجيب قطعتين بجرب هدول القطعتين على بعض، وفي لحظة الإغلاق بعمل رابطتين مش رابطة واحدة. هاي قطعتين بجربهم في لحظة الإغلاق، كم رابطة بعمل؟ رابطتين. هذا اللي أنا بسميه سايكلو أديشن رياكشن. سايكلو أديشن رياكشن يعني لاحظوا هاي قطعة وهاي قطعة، ربما مثلا هذه ذرتين، ربما هذه ثلاثة أو أربعة، بجربهم مع بعض في لحظة الإغلاق كم رابطة بعمل؟ رابطتين. هذا بسميه سايكلو اديشن رياكشن. ومنه أنواع كثيرة، منه أنواع كثيرة يعني، وبحاجة إلى تفصيل كبير. الشغلة الثالثة بنسميها رينج ترانسفورميشن رياكشن، يعني إنه بيكون في عندي حلقة، هذه الحلقة بخليها تفتح وتسكر بشكل جديد. هذه الحلقة بتعمل رينج اوبننج وبعدين رينج كلوجر. يعني في الرينج ترانسفورميشن في عندي حلقة، هالحلقة هذه لازم تفتح وتسكر بوضع جديد. يعني لو أنا بدي أفرجيكم إياها بمثال، لو افترضت أنه كل هذا جزء، هاي عندي حلقة، واضح؟ وخلينا نفترض هنا في عندي سبستيتيوانت. الآن هذه الحلقة فتحت سكرت من هان، صار عندي حلقة جديدة ولا لا؟ صار عندي بالتأكيد حلقة جديدة. الآن في الرينج ترانسفورميشن الحلقة لما بتفتح وبتسكر على حلقة جديدة، ممكن من ناحية المبدأ إنه حلقة خماسية تفتح وتسكر على حلقة خماسية، يعني يضل عندي نفس حجم الحلقة. ممكن يصير عندي شيء بسميه رينج كونتراكشن، يعني الحلقة الخماسية تصير مثلا رباعية أو ثلاثية، الحلقة الخماسية لو كبرت بصير اسمه رينج انلارجمنت،
أو رينج إكسبانشن، الخماسية تصير سداسية أو سباعية. الآن في أمثلة كتير وحنحاول نستعرض بعض الأمثلة على رينج ترانسفورميشن على نفس الحلقة أو لحلقة أصغر أو لحلقة أكبر. لكن لاحظوا معي أنه غالباً الرينج ترانسفورميشنز هدول ما بيكونوش شيء منهجي، يعني الإنسان بيدرسه لغرض تحضير حلقة معينة. هما في الغالب بيصيروا مع الباحثين مصادفة، يعني بيكون بيعمل تفاعل معين، بتفاجأ انه الحلقة فتحت وسكرت بشكل جديد. ولذلك مرات كثيرة بنلاقيهم موجودين حتى تحت اسم rearrangement، انه الجزء فتح واعاد ترتيب نفسه بشكل جديد. وغالبا هدول بيصيروا مع الباحثين بشكل مفاجئ، يعني هو ما بيكونش شغال وفكره انه هالحلقه هذه الخماسيه بدها تفتح من هان وتسكر جديد. هو بيعمل تفاعل على طرف ما ربما من الحلقه، بتفاجئ انه الحلقه فتحت سكرت بشكل جديد، سواء كحلقه اكبر او مساوي في الحجم او اصغر. وان شاء الله انه حاستعرض لكم يعني بعض الامثله في هذا الموضوع حتى تحسوا في هذا الامر يعني اذا واجهكم في المستقبل. وبالتاكيد ممكن وقتها إننا نعطيكم هوم ويرك، إن نقول كل واحدة تنزل على المجلات، مجرد ما تكتب رينج ترانسفورميشن عن البني آدم اللي بيصير معه شغلة زيك في البحث، حتلاحظوا إنه عنوان العنوان تبعه رينج ترانسفورميشن اوف هيتيروسايكليك كومباوندز ترانسفورميشن اوف كذا كذا كذا. انتو واضح؟ فلو كتبتوا في أي سيرتش كلمة رينج ترانسفورميشن حيطلع عندكم آلاف المقالات اللي ممكن توضح لكم هذا الكلام. احنا ان شاء الله لما نمشي بهذا الترتيب نشرح السايكلايزيشن رياكشنز، بعدين سايكلو اديشن رياكشنز، بعدين رينج ترانسفورميشنز، بنستعرض بعض الامثله، ووقتها بنطلب منكم انكم تجيبوا لنا انتم من خلال اجتهادكم ونزولكم على المجلات ايضا امثله اضافيه في موضوع الرينج ترانسفورميشن. نقطة البداية عندنا حتكون ايش؟ السايكلايزيشن رياكشنز، تفاعلات الإغلاق الحلقي. الآن في عندنا عالم اسمه بالدوين حط عدة قواعد لعملية الإغلاق، يعني كيف نصنف عملية الإغلاق، ومش زمان هذا الكلام، يعني تقريبا في 76 وصارت هذه مشهورة قواعد الإغلاق بالدوينز رول أو رولز. ومرات لما بيكون في احتمالين والله ممكن يسكر بهذا الشكل او بهذا الشكل، الناس اللي بيدرسوا الموضوع بتمعن كبير بيقولوا والله هذا الاغلاق افضل من هذا الاغلاق. يعني تخيلوا هاي عندي زي هيك مثلا، هل الاغلاق بهذا الشكل ولا بهذا الشكل ولا بهذا الشكل، في عندي اكثر من ايش؟ سايكلايزيشن او بوسيبل سايكلايزيشن. فبالدوين رولز، قواعد بالدوين بتوضح لي كيف ممكن يكون هذا الاغلاق وايش بنسمي عمليه الاغلاق. الآن بالدوين لما تكلم على عملية السايكلايزيشن قال في عنده طرفين، طرف بده يسكر على الطرف الثاني، واضح؟ طرف بده يسكر على الطرف الثاني. الآن ممكن نفترض الحالة الأولى إنه هذا الطرف مثلا نيوكليوفايل بده يسكر على الطرف اللي هنا، نفترض هذا CCL. كنا تعلمنا إنه النيوكليوفايل بيهاجم على الكربون وبطرد السي ال، اذا هنا سبستيتيوشن رياكشن، واضح؟ طيب لما بالدوين بسمي هذا الكلام كيف بسميه؟ اول شيء بيكتب هنا رقم، هو رقم الحلقه المتكونه. طبعا هنا احنا مش محددينها، يعني لو افترضنا انه الحلقه اللي تكونت خماسيه شو بده يكتب؟ 5. الان بعد هيك بيجي بتطلع على الذرة اللي تم عليها الهجوم، هذه الرابطة هل تحركت للخارج حتى لو كسرت ولا تحركت للداخل؟ هنا تحركت للخارج، طلعت برا، فبيكتب إكزو. بعدين بيجي بيسأل هذه الذرة اللي تم عليها الإغلاق الجيومتري حواليها تتراجونال، يعني رباعية تتراهيدرال، ولا تريجونال ثلاثية، التريجونال اللي فيهم الدبل بونز، ولا دياجونال اللي فيهم التريبل بونس اللينير. اذا الهجوم يمكن ان يكون على كاربون رباعيه، يعني باربع روابط احاديه،
او في عندي دبل بوند وبالتالي الجيومتري بتكون ترياجونال، او على كاربون فيها تريبل بوند الجيومتري بتكون لينير او دياجونال. فبهذه الحاله اذا كانت الحركه الرابطه للخارج بدي اقول اكزو ترياجونال اكزو دياجونال. لاحظوا معي انه لما تكون عندي رابطه احاديه، الرابطه الاحاديه بتكسر تماما وبتطلع كل الواي. لكن لو كان عندي رابطه ثنائيه زي ما تكون هذه سي دبل بوند او، بتنكسر بس رابطه واحده منها بتصير او ماينس وبعد هيك بتصير او اتش. لو كانت رابطه ثلاثيه بس بتنكسر رابطه واحده بضل كم رابطه عندي؟ تنتين. الان الامر الحقيقه سهل في حاله الهجوم اللي موجود عندنا هنا، هو اسهل شيء التتراجونال. لكن لما بيكون عندي رابطه ثنائيه حنلاحظ انه في عندنا احتمالين. هل يا ترى حسب طبيعه الرابطه الهجوم بده يتم على الاكس والحركه للخارج، او ممكن الهجوم يتم على الواي وزوج الالكترونات يتحرك في الداخل؟ هذا الكلام بالتاكيد حيعطيني حجمين مختلفين من الحلقات. يعني لما الهجوم هنا يتم على الاكس، اذا افترضنا انه هذه الحلقه خماسيه، لو الهجوم هنا تم على الواي شو الحلقه اللي حتصير؟ سداسيه. كذلك الحال هنا ممكن يكون الهجوم هيك على الاكس، نفترض حلقه خماسيه، لو تم على الواي حلقه سداسيه. وبالتاكيد انا حنقول اندو سايكلايزيشن. فنميز ايش اللي بنقصده بالاكزو سايكلايزيشن وايش اللي بنقصده بالاندو سايكلايزيشن. في عندي اكزو سايكلايزيشن واندو سايكلايزيشن. الان هل يا ترى حيمشي عندي اكثر اكزو ولا اندو سايكلايزيشن؟ المفروض ان انتم بتقدروا تجاوبوا على هذا الكلام. يعني لو انا بستعمل كاربون دبل بوند كاربون تقريبا الطرفين في البولاريتي كاربون وكاربون، بنكون احنا حقيقه مش عارفين. حنشوف مين فاتو كاربونز مور الكتروفيليك ممكن الهجوم يتم عليها، وبنفس الوقت برضو بدنا نطلع على حجم الحلقه. تنسوش انه انتم اخذتوا انه انسب احجام الحلقات الخماسيه والسداسيه، لانه الزاويه فيهم 108 و120 مقارنه بالرباعيه زاويه 90، بالثلاثيه زاويه 60. واضحه الفكره؟ فبناء على ذلك لو هان عندي كربون وكربون، التفكير عندي بده يكون حذر انه فعلا بدي افكر هل يا ترى بده يتم عندي اكزو سايكلايزيشن ولا اندو سايكلايزيشن. لكن مثلا من خبرتكم لو كانت هذه سي دبل بوند او، قديش اخذتوا اديشن رياكشنز على سي دبل بوند او؟ مين المور الكتروفيليك كاربون اتوم، الكربون ولا الاكسجين؟ الكربون. ولذلك كان دائما الهجوم على الكربون. واضح؟ فنفس الكلام حيتكرر لو كانت هذه سي تريبل بوند سي، حتفكروا كثير هل السايكلايزيشن على هذا الموقع او هذا الموقع. لكن لو كانت سي تريبل بوند ان، انا الان بقول لكم 99 وكسر كمان في المية على السي الهجوم مش على الان. واضح؟ فاكثر شيء حيمر معنا اللي هو الاندو سايكلايزيشنز في السي تريبل بوند سي وفي السي دبل بوند سي. لكن مثلا السي دبل بوند او والسي تريبل بوند ان، هذول غالبا بصير الهجوم فيهم على الكربون وبكون عندي اكزو سايكلايزيشن. طبعا الامثله كثيره، احنا ما نستعجلش وبنشوف الامثله في حينه. طبعا هذا الكلام بيوضح لنا انه كل البالدوين رولز كانت عباره عن رقم بوضح حجم الحلقه، كانت عباره عن كلمه اكزو واندو اللي وضحنا ايش معناها، وكانت عباره عن نوع الذره اللي بيتم عليها الهجوم تتراجونال وترايجونال ودياجونال. اذا البالدوين رولز لما بتصنف عمليه سايكلايزيشن كم رمز حتعطيني؟ ثلاثه، حجم الحلقه واكزو واندو ونوع الذره اللي بيتم عليها الهجوم. لو بدي مثال، لو افترضت مثلا اخذنا هذا المثال الان وقلنا هاي الاكسجين هذه عباره عن النيوكليوفايل، وهي عندي سي دبل بوند او، وين حيتم الهجوم؟ على السي ولا على الاو؟ على السي بهذا الشكل. اذا كيف حتحرك هذه؟
او وتصير او اتش. تخيل هذه الشغله عارفينها اديشن تو كاربون دبل بوند او ان الديهايدز، وهذا هو الناتج. الان لما بدي اصنف هذا السايكلايزيشن شو بدي اسميه؟ الحلقه المتكونه اذا 5، الحركه اكزو، هانا الجيومتري تريجونال، بس في دبل بوند تريجونال، اذا هذا السايكلايزيشن 5 اكزو تريجونال. واضح؟ هذا السايكلايزيشن 5 اكزو تريجونال. الان لو شفنا مثال ثاني، المثال الثاني في او اتش وفي كاربون تريبل بوند كاربون. لاحظوا هذا المثال بغلب. ليش؟ لانه ممكن السايكلايزيشن يتم هام، وفي هذه الحاله الحلقه خماسيه، وممكن السايكلايزيشن يتم هان في هذه الحاله الحلقه سداسيه. هذا بدنا نقول الكيمياء علم تجريبي، بدنا نستنى التجربه ايش اللي بتقوله. ليش؟ لانه الخماسي والسداسي التنتين يعني من افضل الحلقات في التكوين، فالانسان قبل ما يعمل التفاعل بيكون مش عارف حقيقة وين تم التفاعل. الآن عملوا التفاعل، فصلوا الناتج، لاحظوا إنه هذا السايكلايزيشن اللي تم. هذا أي سايكلايزيشن؟ الإكزو ولا الإندو؟ الإندو. لاحظوا الدبل بوند، هنا كان في عندي أي أتش؟ اطلعوا هذه الكربون، شايفينها؟ هذه الكربون اللي هنا بتاعت التريبل بوند كان عليها أي أتش؟ لا اطلاقا. الان تمت الحركه للداخل، صارت سي ماينس، والسي ماينس صارت سي اتش. اذا ايش نوع السايكلايزيشن هنا؟ اندو ولا اكزو؟ اندو. الان الكربون اللي تم عليها السايكلايزيشن اللي هي الكربون الثانيه تبعت التريبل بوند، طالما تريبل بوند اذا دياجونال جيومتري إلها، ولذلك هذا السايكلايزيشن بنسميه 6 اندو دياجونال. 6 اندو دياجونال، 6 لأن الحلقة سداسية، اندو لأن الحركة للداخل يعني تم الهجوم على الذرة الخارجية وتكوين الحلقة الأكبر. يعني دائما كلمة اكزو تعني تكوين الحلقة الأصغر، وكلمة اندو تعني تكوين الحلقة الأكبر. يعني لو إجينا أعطيناكم زي هيك وقلنا لكم اعملوا لنا الفايف اندو دياجونال، اكتبوا الناتج. فايف اكزو، اكتبوا الفايف اكزو دياجونال برودكت. وقتها بدكم تقولوا انه هذه الاكسجين هاجمت هنا، انه هذه تحملت على الكربون اللي هان، ونكتب الناتج. سي دبل بوند او سي واحدة، وهنا الاكسجين الهجوم تم هان. الان هذا حضل سي دبل بوند ار او اتش، هذا زوج الالكترونات اللي هو كان الرابطه، هذا اللي احنا عاملينه هو اللي كان الرابطه اللي تحركت بهذا الشكل. هاي الفايف اكزو دياجونال وهي السكس اندو دياجونال برودكت. واضح؟ الان اللي بيكون بيعمل تجربه او بيكون بيعمل مخطط بحث وبيقول انا بدي اعمل هذا التفاعل، الاصل انه يقول we expect two products to be formed. Which one will be formed? This depends on the experiment. هذا الكلام في نهاية الكيمياء علم تجريبي، بده يتكون هذا المركب ولا هذا المركب؟ الله اعلم. وحنلاحظ اثناء دراستنا انه كثير بدكم تضلكوا واعيين للاحتمالات المختلفة للتفاعلات. هي الكيمياء بجزء كبير منها فكرة ايزومرز وفكرة احتمالات مختلفة للتفاعلات، مرت معكم في مناطق كثير وحتضل تتكرر معنا اثناء دراستنا في الهيتيروسايكليك كيمستري. هاي مثلا في عندنا
مثال جديد ممكن نفكر فيه. ممكن نفكر فيه. هذا المثال في أكسجين. خلينا نقول الأكسجين النيوكليوفايل. الآن لو سألنا يا ترى كم احتمال عندي للسايكلايزيشن هنا؟ الأصل إن نقول ثلاثة حتى لو هو ناقش احتمالين. خلينا نشوف الاحتمالات اللي ناقشها. هو ناقش احتمال إنه هذا الأكسجين تهاجم على هذا الكربون. وهنا بده يصير إندو وهنا تجيني أتش. كانتش موجودة. هي الدبل بوند. واضح؟ إذن هجوم الأكسجين على هذا الكربون هو أحد الاحتمالات ولا لا؟ شو سميناه؟ 5 إندو والهجوم على تريجونال هنا. لأنه هاي رابطتين وهنا فيه أتش أتش. هاي التريجونال. الآن هو رسم الجزء مجرد أنه رسمه بطريق تاني. قال ما المانع؟ وممكن نتخيل أنه هذه كنا رسمينها لأعلى وهنا الأكسجين. ما المانع أنه هذه الأكسجين تهاجم على الكربون تبعت الإيستر؟ وفي الإيسترز التفاعل الأساسي في الأحماض ومشتقاتها إيش سميناه؟ هذه كلمة يعني ممنوع أنكم تنسوها بحياتكم. لما قسمنا الكربونيل كومباوندز لنوعين قلنا الألديهايدز والكيتونز دائما مع بعض في شابتر، الأحماض ومشتقاتها دائما مع بعض في شابتر. ليش؟ لأنه الألديهايدز والكيتونز يميزهم شيء مشترك واحد هو تفاعل الإضافة، الأحماض ومشتقاتها يميزها شيء مشترك واحد هو تفاعل الإبدال. متذكرين؟ ولذلك لما كان مر عليكم على سبيل المثال تفاعلين مشهورين ودائما تسألوا فيهم، واحد بمر عندكم في الألديهايدز والكيتونز وواحد في الأحماض ومشتقاتها، الدول كلايزن رياكشن، الألدول أديشن رياكشن، الكلايزن سبستيتيوشن رياكشن. واضح؟ ولذلك لو أنا هنا بدي أخذ هذا الإغلاق الأصفر وأخلي الأكسجين تهاجم على السي دبل بوند أو، شو حتطرد؟ الأو مثل تفاعل إيستر، تفاعل الإيستر سبستيتيوشن حينتج عندي هذا الناتج. طبعا هذا حتكون خارج السايكلايزيشن. ربما هذا المثال بشكله الحالي يجيب لكم أو يوضح لكم مشكلة من أهم الأمور اللي بتغلب الطلبة، اللي بتغلب الطلبة في الهيتيروسايكليك كيمستري على الإطلاق. هذه النقطة إنه يستطيع أي إنسان أن يرسم الجزء بطريقة معينة فيوحي لكم بإغلاق معين بسهولة، ويرسم بطريقة ثانية فأنتوا بيكون الإغلاق مبين بعيد عنكم. ولذلك بهذا الشكل لما حط الأو جنب هذا الكربون كان سهل عليكم بتشوفوا الإغلاق. الآن الأو حطها بعيد عن هذا الكربون. واضح؟ نفس هذا المثال أنا كان ممكن أرسمه بالطريقة هذه، سي دبل بوند أو، أو مثل أطلع لفوق أخلي هذه السي دبل بوند سي لبرا، هيها اللي متصلة مباشرة. بعدها إيش عندي؟ CH2 كمان CH2 كمان O. هذا هو نفس هذا، هذا هو نفس هذا. مسكت هذه سحبت لأعلى، يعني لو على برنامج الرسم بالماوس بسحب هذه لأعلى. الآن بهذا الشكل إيش الإيحاء اللي أسرع لذهنكم؟ انه هاي الاو وهي الايستر. احنا مليون مره عملنا تفاعل اكسجين على ايستر. الان خلينا ناكد على هذه النقطه وهي من اهم المشاكل اللي بتواجه الطالب في الكيمياء الحلقيه. مرات كثير بيعتقد انه فاهم وبيجي على الامتحان انه فاهم، لكن يمكن افضل كلمه بقول لكم اياها عشان يجيله الفكرة انه كيف يجيب الشغلات على بعض وتسكر بالشكل الصحيح، صدقوني ما بينفعه غير شغلة واحدة. عارفين شو هي؟ رضا الله ورضا الوالدين. رضا الله ورضا الوالدين، غير هيك ممكن ما يجيش على بالكم
الإغلاق اللي بده يتم وتصيروا تفكروا وتشتغلوا وتكونوا بتعملوا بحث معين لأنكم رسمتوا الجزء بشكل معين أو حالكم بزاوية معينة. يعني لو هذا الجزء مرسوم بهذا الشكل ربما الإيحاء الأسرع إلى ذهنكم هذا السايكلايزيشن هيعطيني نفس الناتج اللي هان. واضح أنه الحلقة خماسية وأنه السايكلايزيشن إكزو ولذلك هذا 5 إكزو الترايجونال لأنه هذا الترايجونال. الآن لاحظوا معي أنه الرسم الجزء بهذه الطريقة يمكن بيّن لنا بشكل واضح سايكلايزيشن تاني ممكن يتم بسهولة أنه هاي دبل بوند سي دبل بوند أو وهي سي دبل بوند سي. ما المانع أنه يجي السايكلايزيشن ها بهذا الشكل وهذه تيجي للخارج وقتها لو بدي أشوف إيش الناتج اللي بده يكون اللي هو نفس هذا السايكلايزيشن اللي هان أن يتم على هذه الكربون وقتها الناتج اللي عندي حلقة رباعية ومن هنا السي اتش 2 صارت سنجل بوند وأخذت اتش سي اتش 3 سي دبل بوند او او مثل هذا ما كتبوش هان. ولذلك لما أنا بدي أجي أحكي كم احتمال سايكلايزيشن ممكن عندي في هذا المثال لحتى الآن ضمن احتمالات الكيمياء طالما كربون دبل بوند كربون ممكن يتم هنا بحلقة خماسية ممكن يتم هنا بحلقة رباعية ممكن يتم هنا بحلقة خماسية تانية. طبعا واحدة بتقول نظريا الجواب لو كان في اكس واي ممكن يتم هنا ممكن يتم على هذا الأكسجين إغلاق للداخل وحيعطيني وقت حلقة ربما سداسية. لكن لما بكون عندي سي دبل بوند او وانا عارف شوية علم في الكيمياء انه الكربون هي اللي بدها تكون الكتروفيليك مور ذان ذا اكسجين استثنيت الاحتمال اللي هان. واضح؟ لكن كرسم لو انسان بده يرسم جميع الاحتمالات النظرية للإغلاق في هذا المركب بده يرسم أكثر من احتمال. واضح؟ خلينا نقول أقل تقدير هذه الاحتمالات اللي موجودة. هذا الاحتمال واضح؟ هذا واضح؟ هذا لو كنت الآن بدي أسميه الاحتمال اللي هو بهذا الشكل إذن 4 نو إكزو ترياغونال 4 إكزو ترياغونال. واضح؟ الآن هذه بتكون من أول دراستنا للموضوع بتعطيكم فكرة أنه دائما تتطلعوا على الجزء ترسموه بأكثر من طريقة تحطوا أكثر من احتمال بالورقة والقلم. الآن التجربة شو بدها تطلع؟ الحلقة الرباعية ولا الخماسية والسداسية؟ ما تقولوش إطلاقا أنه الحلقة الخماسية والسداسية مور ستيبل وتستثنوا الرباعية أو الثلاثية. كتير مركبات فيهم حلقات رباعية ومركبات ثابتة ومشهورة. خذوا كل عيلة البنسلين إذا مرت عليكم. البنسلين مش عبارة عن البيتا لاكتام رينج وهذه حلقة رباعية. أشهر المضادات الحيوية يعني من أشهر اكتشافات الكيمياء المركبات اللي فصلت وأخذت استعمال البنسلين. البنسلين حلقة رباعية وبنباع كأدوية والناس بتعالجوا فيه وما إلى ذلك. ما تستثنوا بالورقة والقلم احتمالات. الآن على أرض الواقع الله أعلم لما إحنا بدنا نبدأ نشرح بالتأكيد الآن بصير الكلام عندكم واضح إنه كيف أنا بدي أشرح السايكلايزيشن رياكشنز. حأبدأ بهذا النوع وهذا النوع إبدال لأنه أنا بطلع الواي بعدين أديشن على الدبل بوند سواء كانت كربون دبل بوند أكسجين أو كربون تريبل بوند أو كربون دبل بوند كربون أو ممكن أعمل سبستيتيوشن على كربون دبل بوند أكسجين إذا كانت من عائلة الأحماض ومشتقاتها. بعدين حروح على الكربون تريبل بوند كربون وكربون تريبل بوند نيتروجين ونيتروجين تريبل بوند كربون. فبناء على ذلك حيصير توزيع المحاضرات تبع اللي احنا بدنا نشرحهم بوضوح. السبستيتيوشن انه عندي هنا مجموعة بدي اطردها غالبا هالوجين او جود ليفينج جروب. بعد هيك رياكشن على الدبل بوندز بعدين رياكشن ات تريبل بوندز. فايش اللي حنبدا فيه؟ السبستيتيوشن رياكشنز.
تفاعلات الإبدال على تتراجونال كاربون. لو شفنا الموضوع، لاحظوا في ناس اشتغلوا على هذا الموضوع، ومن هنا بتقدر تشوفوا أهمية إنكم تتعلموا طريقة من إنكم تتعلموا تحضير مركب معين. أنا الآن الطريقة عندي النيوكليوفايل وإبدال، صح؟ خلينا أقول هاي الآن H2 نيوكليوفايل والبي آر جود ليفينج جروب. خليت الذرات ثلاثة، بعمل هنا السايكلايزيشن، بصير ولا ما بصيرش؟ وبطرد البي آر 3 إكزو تتراجونال سايكلايزيشن. بعمل هنا السايكلايزيشن، لو زدت ذرة 4 إكزو تتراجونال سايكلايزيشن، بزيد كمان ذرة 5 إكزو تتراجونال، 6 إكزو تتراجونال. فهذه الفكرة عمل كم حلقة حضرنا منها، لو بتطلعوا أزيريدين وأزيتيدين وبيرولودين وبيبريدين، كل أنواع الحلقات، لكن حضرناهم بفكرة واحدة اللي هي فكرة السايكلايزيشن أو سبستيوشن أت إساشوريتد كاربون. أوكي؟ الآن عملوا دراسات الناس اللي اشتغلوا على هذا الموضوع على قديش سرعة التفاعل اعتمادا على حجم الحلقة. لاحظوا انه لو اعتبروا مثلا الرينج سايز الحلقة الرباعية واحد، الحلقة الخماسية بتكون اسرع في التكون ب 6 × 10⁴، يعني 60,000 مرة من الحلقة الرباعية. هذا كلام منطقي، احنا تعلمنا ان الخماسي افضل من الرباعي. السداسية بألف مرة. لاحظوا السباعية مرتين، يعني ضعيفة جدا. الرباعية كنا معطينها هي الريفرنس اللي قارنا فيها، خليناها واحد. الثلاثية 70. ربما البعض يستغرب من أي منطقة إنه الثلاثية أكثر من الرباعية، مع العلم لو أنتوا بدكم تاخدوا الكلام بمنطق الزوايا وإنه الزاوية المتريحة 109 أو 109.5 وهذه الخماسية 108 كلام منطقي، السداسية 120 كلام منطقي، السباعية خلص بتبعد وما إلى ذلك. الحلقات الكبيرة صعب التكوين، صعب إنهم يلتقوا مع بعض الأطراف البعيدة. لكن السؤال اللي أنتم ممكن تستغربوا إنه الحلقة الرباعية زاويتها 90، الثلاثية زاويتها 60. فالتوقع اللي ممكن تتوقعوه ان الرباعية تتكون افضل من الثلاثية. بهذا المثال بكل الاحوال الثلاثية اللي تكونت. حيمر عليكم امثلة يكون الاحتمال ما بين حلقة رباعية وخماسية، وتلاحظوا اللي بتتكون الرباعية مش الخماسية. Chemistry is an experimental science. بعدك تصيروا تفسروها تقولوا thermodynamically controlled product ولا kinetically controlled product، ايش مكان هذا موضوع ثاني. لكن في كل الاحوال الاساس التجربة. في الحلقات الثلاثية ليش بيقولوا الحلقات الثلاثية بتتكون؟ بعرفش اذا حد منكم عمره فكر انه هالاوربيتالز فعلا صعب جدا. يعني لو انا تخيلت الحلقة الثلاثية بهذا الشكل، الاوربيتالز صعب جدا تنضغط بزاوية 60. الان اي شيء مش قادر ينضغط شو بيعمل؟ بيطلع لبرا، بيطلع لبرا. ولذلك الاوربيتالز هنا بتجيش بين الكربون والكربون، الاوربيتالز هنا بتيجي للخارج بهذا الشكل. يعني تخيل هاي اوربيتال وهاي اوربيتال، فتركيز الالكترونات بيكونش بين الذرتين، بيكون للخارج. وهنا نفس الاشي، هاي اوربيتالز وهاي اوربيتالز، هنا نفس الاشي، هاي اوربيتالز وهاي اوربيتالز. الان لاحظوا لو انا بدي اشوف كل هذه الاوربيتال الان ككثافة الكترونية صارت في الخارج، it looks like a banana، زي الموزة شكل الاوربيتال. ولذلك هذه بيسموها بانانا لايك اوربيتالز، يعني اوربيتالز بتشبه الموزة. فلو انتوا بدكم تكتبوا وتشوفوا كلام اكثر عن الموضوع اكتبوا بانانا لايك اوربيتالز.
الاوربيتالز بتشبه ايش؟ الموزة طالعة على برا مش جاية بين الذرتين. الان لاحظوا هنا الزاوية اكبر ولا مش اكبر؟ اكبر من الستين، لانه الاوربيتالز مستحيل تتضغط بهالشكل، فالالكترونات بتصير كثافتهم مش مباشرة بين الذرتين، بتصير طالعة على برا. واضح؟ فهذا قد يكون جزء من تفسير انه يعني عمال بتشوف انه الحلقة الثلاثية هنا طلعت ربما بنسب او بسرعة افضل حتى من الرباعية. الرباعية بتضلها على 90 درجة الاوربيتالز. الان ايش بالضبط تكون اي حلقة وكيف تكون؟ هذا علم كامل بحاجة لتفصيل. ما تنسيش انه احنا لما اخذنا سايكلوبيوتين بداية قلنا سايكلوبيوتين is not a planar molecule. احنا ما بتكونش تنسوا اللي هي ايش بيشبه ايش السايكلوبيوتين؟ البوترفلاي الفراشة. قلنا سايكلوبيوتين مش زي هيك بنعمله وبلانر، لا بنعمله زي الفراشة. تخيلوا هيك زي البوترفلاي. هذا درسناه في الجيومتري واخذنا الحلقة الخماسية it is like an open envelope، واخذنا الحلقة السداسية فيها conformations chair وboat conformations واشياء. هذا الكلام كله يرجع له في دراسة الحلقات الأصلية. فالآن كيف بدها تصفى الزوايا وأطوال الروابط في هذه الحلقات؟ هذا كلام بيدرس وأكثر ناس بدرسوه اللي بيدرسوا الموليكولار جيومتري وبيعملوا لبعض المركبات اكس راي، بالتالي بتلاقوهم حاطين كل اطوال الروابط وكل زوايا الروابط، الزوايا العاديه والدايهيدرال انجلز، اشياء كثيره. ناخذ مثال ثاني. لاحظوا هذا المثال، هذا المثال الجميل بالشكل الاتي. عندي كاربوكسيليت انايون، كربوكسيليت انايون. هذا الكربوكسيليت انايون بهاجم هنا بيطرد البروم، هاي عمل لي حلقه تو اوكسو تترا هيدروفيوران. واضح؟ الان انتبهوا معي وين بتكون الهيتيروسايكليك كيمستري سهله وين بتصعب. لما انا باجي ارسم لكم المثال بهذا الشكل جاهز، يعني انا حاطط النيوكليوفايل تماما عند الالكتروفايل ولا اجمل، لكن لما انا بدي اجي اقول لكم انه والله عندي سي اتش 2 بي ار بعدين 1 2 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي دبل بوند او او اتش ان بيسك ميديا مثلا، شو بده يعطيني؟ الان انا بدكم تعملوا اكثر من عمليه بمخكم، انه تقولوا اه والله هذا في البيسك ميديا، ما هو الاسيد مع الان او اتش بده يعطيني او ماينس. هاي عملت الانايون، وبعد هيك تتخيلوا كيف لفيتوا الجزء قربتوا الاو ماينس عند هذا الكربون اللي حامله برومين عشان يتم التفاعل. ولذلك بقول لكم انا انه الهيتيروسايكل كيمستري بدها خبره، يعني بهذا الشكل كومبليتلي فولوينج ايكويشن سهله، بهذا الشكل بالتأكيد حتبدو تحسوا انه صعبة. وين النيوكليوفايل؟ وين الالكتروفايل؟ كيف ألف الأشياء المرسومة؟ أحيانا ممكن يكون الجزء مرسوم ومحطوطين الطرفين اللي بدهم يعملوا سايكلايزيشن أبعد ما يمكن على بعض، آخر ما يخطر على بالكم انه هدول بدهم يجوا يعملوا سايكلايزيشن. ولذلك اللي بده يسهل على طلابه في المستقبل لما بدرس الكيمياء، افضل شيء انه يرسم الجزء بوضعيه جيده تتيح انه الطالب يشوف التفاعل بطريقه ايش؟ بسيطه وسهله. هذا الكلام بيساعد على الفهم، لكن بنفس الوقت ممكن يكون له اثر ضار، انه على ارض الواقع لو اجى لهذا الطالب سؤال مش مرسوم بسهوله ما تعودش يشغل مخه كثير. واضح؟ الآن نأخذ مثال إضافي بسموه الدارزن
كوندنسيشن رياكشن او دارزن رياكشن، وهذا الدارزن رياكشن بحضروا فيه الايبوكسايدز، بحضروا فيه الايبوكسايدز. بتعرفوا الايبوكسايدز اللي هي الحلقات الثلاثيه. شو دايزن رياكشن؟ هذا الدارزن رياكشن عفوا هو تفاعل كيتون او الديهايد. احنا انا اي شيء اللي استعملناه الديهايد بنزالديهايد، تفاعل كيتون او الديهايد مع الفا هالو ايستر. الفا هالو ايستر لو اطلعت انا عندي سي دبل بوند او او ايثيل، هاي سي اتش 2 على موقع الفا عندي هالوجين، فصار هذا ايش؟ الفا هالو ايستر. عرفنا اذا كيف الفا هالو ايستر. الان هذا الالفا هالو ايستر اكيد في الخطوه الاولى تبع التفاعل بنفعله مع بيس. تذكرون عندي هنا في الاصل سي اتش 2 بين سي دبل بوند او وبين هالوجين. السي اتش 2 اللي بين تنتين سي دبل بوند او، ولا بين سي دبل بوند او وسي تريبل بوند ان، او بين سي دبل بوند او وسلفر، او بين سي دبل بوند او وهالوجين. شو سميناها هذه السي اتش 2؟ اكتيفيتد ميثيلين جروب، فيها اسيديك هيدروجينز، فبابسط بيس تفقد هيدروجين، صار عندي هنا ايون سالب، صار عندي هنا ايون سالب. الان هذا الايون السالب زي ما تعلمته في الاورجانيك سينثيسيس، هذا الايون السالب لما بده يهاجم وين بده يهاجم؟ على السي دبل بوند او، وهذا تصير او ماينس في المرحله الاولى، ولو سكرنا التفاعل بتصير او اتش. الان خلوها تهاجم على السي دبل بوند او وتصير الاو ماينس. هذا الجزء الاول اللي هو فينيل سي وحامله اتش واو ماينس اللي هو هذا الجزء، وصار شابك معه الكربون اللي من هنا حامله اتش واحده وسي او 2 ايثيل، وحامله هنا بي ار، وحامله هنا بي ار. الان سهل جدا علينا نفهم، سهل جدا علينا نفهم انه هذه الاو ماينس مباشره ممكن تهاجم وتطرد البي ار في 3 اكزو تتراجونال رياكشن، صح ولا لا؟ ليش 3؟ لانه الحلقه المتكونه ثلاثيه، اكزو لانه البي ار طردت، تتراجونال لانه الكربون اللي تم عليها التفاعل تتراجونال. اذا هنا تم تفاعل ب 3 اكزو تتراجونال رياكشن ولا لا؟ واضح؟ هنا حضرنا الايبوكسايد. فالان التحضير عندنا بدا شويه شويه يمشي للامام. صار في الاول بدي اعمل خطوه تحضيريه اجهز القطعه اللي بدها تعمل سايكلايزيشن، بعدين خطوه السايكلايزيشن. الان احنا بنقول في الهيتيروسايكليك كيمستري شغلنا بده يشمل الشغلتين، موضوعنا السايكلايزيشن هذا، لكن عشان احضر هذا الجزء بدي الكيمستري القديمه، هذه اولد كيمستري، هذه كيمياء قديمه المفروض انه الطالب اتعلمها من الاول. الان لو يا ترى، لو يا ترى بدي واحدة شاطرة من اللي بدأت تستوعب معنى موضوع الاحتمالات وتفكر معي بناتج تاني لهذا التفاعل على السي دبل بوند او. لاحظوا انا السي دبل بوند او مخفيها تماما، مخفيها حطتها على جانب ولا اشي ولا مبينها، لكن لو انا مجرد ان رسمت هذه سي دبل بوند او او ايثيل وقتها، ما المانع انه يكون عندكم هذا التفكير وسبستيوشن؟ ما هو ايستر سبستيوشن، حيطلع عندي حلقه رباعيه، واضح؟ طبعا هو بيعتمد على نتائج التجربه، لكن في كل الاحوال انتم بده يكون عندكم تفكير دائما كبير في أكثر من احتمال. هذا الاحتمال وارد، يعني زي ما في سبستيتيوشن للهالوجين أتوم، في سبستيتيوشن من ناحية المبدأ على الإيسترز. الآن بالتجربة
وهذا الدارزن رياكشن انه المفضل السبستيتيوشن على الكربون اللي حامله الهالوجين. بس ما بديش الطالب يكون ناسي انه في عنده احتمالات تانية ولو يعني من الناحية النظرية ممكنة وتؤدي إلى نتائج تانية. وهذا جزء سيبقى ملازم لكم في الهيتيروسايكليك كيمستري، انكم تفكروا بإيش؟ بأكثر من احتمال. ناخذ مثال إضافي بسيط. لو أخذنا هذا المركب وفعلناه مع RNH2، لاحظوا اعملنا هذا مثال سهل، خطوة تحضيرية، اعملنا سبستيتيوشن للبي ار ب ار ان اتش. الان وين النيوكليوفايل الجديد؟ الان تسكر على البي ار حتعطيني حلقة ثلاثية. تخيل هذا المثال مثال بسيط وسهل. حيلزمني تقريبا كمان دقيقتين ثلاثة بعد إذنكم. هذا تحضير كتير مهم اسمه فايست بيناري فيوران سينثيسيز. هذا بيشتغل على ألفا هالوكيتون مع بيتا كيتو إيستر في وجود بيريدين. لاحظوا معي بيعتمد على السي اتش 2 اللي هنا اكتيفيتد. البيريدين بيسحب منها بروتون، لما يسحب بروتون بده يهاجم وين؟ على الأكسجين. هذه خلوها او اتش بهذا الشكل. الآن لو سحبنا كمان بروتون ثاني من نفس هذه السي اتش وعملنا تاوتومرز بتصير عندي الاو هذه ماينس، الاو هذه ماينس. الآن هذه الاو ماينس بتسكر على السي ال ولا لا؟ إذا أنا عملت سحب بروتون مرتين، يعني هنا في عندي كم بروتون؟ اثنين. أول إشي سحبت هذا البروتون وعملت البوند. بعد هيك سحبت البروتون الثاني صار عندي هنا ماينس. هذا الماينس لو عملت له تاوتوميريزم يعني حركته هان وخليت هذه او ماينس وخليتها تسكر على السي ال، شو طلع عندي؟ سبستيتيوتد فيوران. هذه طريقه معروفه بنسميها احنا ايش؟ فايست بيناري فيوران سينثيسيس. اعتمدت على اني سحبت كم بروتون من هذا الموقع المنشط الاكتيفيتد؟ اثنين المرة الأولى، والمرة الثانية بعد ما تكونت هذه الانترميديت سحبت فينا كمان بروتون وعملت الإينوليت أنايون. هذا إين وليت أنايون، الإينول ماينس أي أنايون، فحضرنا الفيوران. الحقيقة في عندكم أكثر من مثال إضافي، يعني هذه مثلا CH2 activated لو سحبت منها بروتون صارت ماينس حتهجم على الان شو تطرد؟ CL. الان هاي عندي هنا كمان مثال، هاي CH2 activated. لاحظوا هذا المثال هو نفس هذا، لكن انا اعدت رسمه عشان افرجيكم كيف لما نرسمه بطريقه سهله. الان بهذا الشكل مش واضح لكم انه انا بدي اكون ربما النيوكليوفايل هنا وبدي اجيبه يهاجم هنا. هو نفس المثال لكن انا اعدت رسمه بطريقه سهله. هاي الماينس بده يصير هان هيك سهل، هذا نفس هذا. لاحظوا كيف طريقه الرسم، كيف انه طريقه الرسم بتساعد على الحل. هذا ايضا نفس الشيء المثال، هذا الان وين بدها تهاجم؟ على الكربون. شو بدها تطرد؟ البي ار. كل هذه طرق سبستيتيوشن رياكشنز ولا لا؟ وتؤدي الى حلقات بالاشكال اللي احنا شفناها. وبهيك بننهي موضوع السبستيتيوشن رياكشن. المره الجايه بده يكون ان شاء الله موضوعنا على الرياكشنز ات دبل بوندز اللي هي اديشن رياكشنز.